وللحديث عن الصراع السياسي في العراق على رئاسة الحكومة والواقع السياسي الحاصل هناك، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بك دكتور محمد. بداية، كيف تقرأ دعوة الصدر إلى عراق جديد يخلو من التبعية والميليشيات أو الأحزاب المجربة؟ هناك من يراها دعوة متأخرة. أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. أنا باعتقادي أن ما يجري الآن في الشارع العراقي، وخاصة بعد انتفاضة تشرين التي ثورت هذا الشارع بشعار نريد وطن، ومن ضمنها قضايا أساسية هي القضاء على الفساد وحل الميليشيات المنفلتة وعودة المال العام المسروق من ثروة العراق. اليوم نجد أن التيار الصدري أخذ وتبنى هذه الشعارات، وخاصة بعد فوزه ب 73 مقعد في البرلمان، واتخذ من شعارات تشرين سبيلا له في إقامة حكومة وطنية على أن لا يشارك فيها الفاسدين ممن كانوا في السابق بعد الاحتلال من عام 2003 ولحد الآن تبنوا مراكز مهمة في السلطة التنفيذية. وبهذا نجد أنه من الضروري أن يكون هناك برنامج معين لدى القوى المنتفضة، هذه القوى التي تريد حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة، بإجراءات حل البرلمان أولا وإقامة حكومة تأخذ على عاتقها مهمة إجراء الانتخابات مبكرة. نعم دكتور محمد، هل يمكن إنجاز التغيير في العراق عبر ذات شركاء العملية السياسية الذين يمكن أن يوافقوا على إجراء انتخابات مبكرة؟ هذا صحيح، أنه هناك في الإطار التنسيقي وهم لديهم فكرة البقاء في السلطة والمحافظة على مراكزهم، وبهذا يكون إجراءاتهم ومطالبهم من التي هي بالأساس مطالب غير مشروعة حاليا، لأنه التيار الصدري عندما خرج من البرلمان وترك الذين جاءوا من بعده، هؤلاء هم شكلوا عمادة أو بالأحرى كتلة معينة أهلت الإطار التنسيقي بأن يطالب بحكومة على الموافقة على ترشيح محمد شاع السوداني رئيسا للوزراء، وبذلك ممكن أن يكون هناك طريق لهذا الحل. لكن الجماهير دكتور محمد، فرضا توافق شركاء العملية السياسية على شخصية ما كما جرى على الكاظم سابقا، لماذا يستبق كثيرون النتائج ويحكمون على التجربة بالفشل؟ بالنسبة للموافقة على شخصية، باعتقادي أن التيار الصدري مصر، لأن هناك حتى لقاءات حدثت مع الإيرانيين أرادوا أن يوفقوا في هذه العملية بإجراء مصالحة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على أساس مقايضة هذه الأمور بإيجاد حل وسط. لكن التيار الصدري الذي بعد اللقاء مباشرة رفع شعار لا شرقية ولا غربية، لا يريد التدخل الإيرانيين في هذه المسألة، هذه هي مسألة عراقية بحتة تخص الشعب العراقي. ولذلك هذا الإجراء الذي اتخذ نصب التيار الصدري هو موضع اعتزاز الشعب العراقي. إلى متى تبقى إيران وديولها هي المتحكمة في سلطة العراق بنهب ثروته والمجيء لحتى أمور تهدد المجتمع العراقي، ومنها قضايا نهب الثروة زائدا وجود تجارة في مخدرات
تضر بالشعب العراقي وتؤثر على المجتمع العراقي. نعم. دكتور محمد، بحسب متابعتكم، يعني كيف أسهم نظام المحاصصة باستفحال سلطة وفساد الأحزاب؟ المحاصصة باعتقادي أنه إذا انتهت يجب أن تنتهي المحاصصة، ولذلك بالإمكان إعداد دستور جديد. هذا الدستور يأخذ على عاتقه مهمة إلغاء ذلك الدستور الذي شرع المحاصصة وأعطى المجال لهذه القوى بأن تأخذ دورا وهي ليست جديرة بقيادة المجتمع العراقي. فعمليا الدستور الجديد يجب أن يكون دستور المواطنة، ويجب أن يكون هذا الدستور مصر على ترتيب الأمور بشكل جيد، يأخذ بنظر الاعتبار سيادة العراق واستقلاليته ومهمات الشعب العراقي في توطيد السيادة الوطنية. هذه هي الأهمية التاريخية التي يجب أن تقع على المجتمع العراقي بكل قواه الوطنية دون التدخلات من الخارج. السؤال الأخير دكتور محمد، يعني بالرجوع إلى دعوة الصدر إلى تأسيس علاقات متوازنة مع الخارج، هل تعتقد أن تسمح إيران بخروج الأمر من يدها؟ العديد من التقارير تحدثت عن صراع مسلح قادم. إيران لن تسمح هذا بالتأكيد، سوف تبقى تتدخل في الشأن العراقي، لأنه من مصلحتها هي أن يبقى العراق أجيرا أو ملتزما بالسياسة الإيرانية من خلال تنفيذ هذه السياسة التي يقوم بها ذيولها في العراق، وهذه الذيول التي هي تقع ضمن الإطار التنسيقي، ولذلك متمسكة بهذه القضية تدفع باتجاه أن يكون هناك توفيق بين أو مصالحة، لكن التيار الصدري أخذ مهمات على عاتقه، ومن خلال هذه المهمات الإطار التنسيقي الآن مصر على أنه يجب أن تجري جلسة البرلمان بانتخاب محمد الشاعر السوداني، ومن بعده ممكن حل البرلمان واتخاذ إجراءات أخرى بإيجاد حكومة وطنية. الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.